بس أنا البنت لما شفت فيديوهاتها، لما تبعت لي فيديوهاتها وهي بترتب خزانته وتعتني فيه، أنا كده حسيت في قلبي إنه حرام. البنت أول شي صغيرة وراح، ما بعرف، خايفة أتسبب لها في وجع كده أكون أنا سببه، فهمتي كيف؟ أكيد أكيد رح تسبي لها وجع. فجيت أقول ما قدرت، يعني ما أقدر مثلا أخده وما بعرف شو بيصير معاها، يمكن تمرض، يمكن يصير معاها شيء أنا ما راح أعرف، يعني ما راح أعرف فعليا ممكن يصير معاها شيء، أنا ممكن يعني أموت جد إذا صار في، أيوة أنا ما أتحمل ترى كذا، هذا الشيء أكبر مني، أكبر من قدرتي على التحمل. إني أنا هي بس بكت لي في الكاميرا، صارت تبكي، ما قدرت، يعني ما قدرت أخذه منها، يعني كانت تبكي لي وتقول لي كذا، ما قدرت، حسيت نفسي مرة حقيرة إني ضعيفة قلبك أخذه الآن، منها. أيوة أيوة، فأنا كنت حتى أصحابي من كثر ما شافوني جالسة أبكي على ميلانو جابوا لي كلب، يعني جابوا لي كلب هدية، لأني جلساتي بس أحكي على ميلانو، شوفوا ميلانو كيف كان، شوفوا لما كان، فهمت؟ فحسوا إنه في عقدة. حتى أنا اشتريت البيت، يعني أخذت البيت بالتراس، عشان فيه تراس عشان يلعب فيه ميلانو، جهزت له السرير، جهزت له ألعابه، يعني أنا لما دخلت، فهمت كيف؟ فحسوا إنه أنا جالسة أعيش، خلاص يعني كأني شيء نفسي. فأنا لما شفت البنت جالسة تسوي كذا، قلت يعني انت دوها كان عندك النية انك ترجع ترجعي ميلانو تاخديه على دبي؟ أنا في الأول كان عندي النية، بس لما أنا شفتها كيف عاملته ما قدرت، فشو قلت؟ أصير أروح تركيا أشوفه وأرجع، فهمت؟ وممكن مثلا كنت حتى كمان كنت راح أبعت هي وياها تيجي يجلسوا معايا كذا وبعدين يروحوا، يعني كنت كذا، بس ما أخذوا منها. البنت صغيرة ترى، وتعاملوا بطريقة مرة حلوة، خلاص هذا اهم شيء بصراحه دعاء. تمام؟ انا هيك بدي اوصل لك اياه، انه اذا انت قبل ما عندك نيه انه بدك تاخذيه لعندك ترجعيه، انه عندي انه انا تركت لك اياه، هم بس انا شو، خليني انا عم حقي اشوفه. انا اجوا ياخذوه من عندها، تمام، عشان يبعتوه خلاص كنت راح ابعته اجيبه. فانا وقتها ما كنت اتواصل معاه، اتواصل مع ناس خلاص ما يهمني، انا يجيبوا لي ميلانو. فاتصلت علي تبكي منهارة، تعودت عليه. وأقول لك الطريقة اللي كانت تبكي فيها كذا، توريني وتقول لي شوفي شوفي أنا شو اشتريت له، شوفي شو جبت له، وتبكي وتقول لي شوفي. قالت لي أنا بعيش معايا شو ما بدك، أصوره لك كل يوم، أوريه صورك كل يوم. فجلست تحكي لي، وأيوه قهرتني، يعني حسيت بكذا إني جالسة أظلم بنت. خلاص ما زال قلبك مطمن انه مع حدا حيهتم فيه، هذا اهم شيء انا بالنسبه لي دعاء. ايوه، الا اذا فعلا انت عن جد بدك ترجع ترجعيه، لا رجعيه، بس اذا منك قادره لما سوت لي كذا حسيت بالظلم، فكان بدي كذا اخده، يعني خلاص. حتى اشوف قبل ما، حتى لم، ايوه، لانه قهرتني، فانا قلت ليش سوت في كذا، وانا ما سو، انا سويت فيها العكس مع انه حقي، وانا ما عطيت لها، يعني انا ما عطيت لها عشان اتسمى اني عطيت لها وتعودت عليه، لا انا ما عطيت لها، انا ما بعرفها، فهمت؟ فمش ذنبي. لا فبعدين انت عملت منيح بصراحه دعاء، انا بالنسبه لي اللي عملتيه صح، بس اهم شيء ده اللي تروحي شوفيه وتطمن عليه، لان اكيد ذاكرك. هي لما شافت كده في الاكسبلور وكده حكتني، قالت لي انا مش شخصية، وانا ما منعتك انك تشوفيه وكده، بس انا يعني بدك تاخديه، وانا ضل معايا، فهمتي كيف؟ خيفانة خيفانة يا حرام، خيفانة تخسره، خيفانة ايوه قالت هيها اجي
بدها تشوفه وحتاخده. لا ما بدي. ايوه كده هي احس. بس شوف والله انا ما اعرف شو اسوي. محلولة محلولة بقى هالقصة هيني بصراحة محلولة. شو تقيم دعاء؟ عادي ابرة ابرة بدلته اهلي. ابرة ابرة ابرة. وين في هل إبرة؟ يقولوا لي الدقن دقن؟ كيف واقع على دقني؟ ضربتيه بشي؟ واقع ها؟ ابر ابر سوية ابر نظارة ما تشوف الهايلايت اللي صاير في وجهي اشراقات. ايه وهيدي شو اجت إبرة بالغلط على شي شلش يعني؟ ما بعرف شي شريان اكيد في ازرق كمان ايه. هون، في كمان هون هون في إلا النضارة، شو بدك بالنضارة؟ 60 سنة ما نجي نضارة. يلا بدنا شوية ننور الوجه هذا المظلم. نور وجهك ازرق قال يخزوك. بعد نور وجهي بيجي مزرق. سوي لي نظارة، سوي لي زراقة. يا الله. كم ساعة عندكم جزاء؟ أنا الساعة 5، أنت 3 عندك؟ أيوة آه أنت بعد سهرتك مطولة. لا أنا كمان بقوم أنام والله. سبحان الله اليوم هون طويل وحلو. حلو استفيدي بس دعاء، روحي شوفي أهلك، غيري جو، روحي على معالم سياحية، صوري لنا قصص حلوة بالمغرب. صوري لنا قصص حلوة، فرجينا المغرب. أيوة ما أنا جالسة أخطط أرتب. ايه قاعدة تصوري حالك، بدك انتوا قوموا اظهروا اعملوا شيء، فرجونا المناظر هلا الطبيعية، انا فرجونا. عندي اختي، واختي عندها اولاد وتشكون في الشغل، فانا كمان ما اعرف اطلع لحالي، ففهمت. فهلا عندي كثير كثير تخطيطات جالسه اسويها، اصور طب اماكن. هونيك مطعم ما انتوا دعاء في ترانسبور كوم، في التراموي، في شيء هيك او لا؟ كل شيء بس انا لسه ما بعرف. في لا كل يلا شيء، روح في تراموي، في كل شيء. روح بس استفيدي من لسه ما عندنا. ب... انا انا ترى في تركيا ودبي ما بعرف اطلع، بس يعني بس مخططة اشياء، عاملة بكذا بروجرامات مدن اروح لهم، طنجة، مراكش، حسيمة. لكن انت عادة بس تسافري، شو يعني شو القصص اللي بتفتش تشوفيها؟ طبيعة، اذا انت بتحبي الطبيعة لا؟ ايوه انا احب اشوف اللي قصص هالشيء. جديدة، معالم هيك. وكمان الأشياء التقليدية عندنا أحب أصورها، الأماكن مرة عندنا رياضات حلوة. هذا الرياض تعرف الرياض كذا مرة حلو. كمان الحسيمة، والله في كثير أشياء. ليكي وهيك انت اللي قلتي انت وعم تشوي، تتذكري؟ هيدا شيء خاص، شيء مغربي او بيتلاقى وين ما كان؟ لا لا مغربي، هذا حق أختي عندها، هي مصممة أزياء هون في المغرب اه معروفة، والله. تلبس فنانين وكذا. وين بيتلاقى منه هي بس بالمغرب؟ فعند أختي عشان بكون بتصممهم كذا، هي كثير حلوين زي بصراحة. إذا بدك بقول لها. ايه اكيد قولي اختي، لانه اختي شفته بالاكسبلور، قالت والله لي اسال لي يا هيدا من وين. خلاص بقولها لإيمان. أبشر أجيبهم لدبي، ولما تيجي دبي خدهم. لا أنت بتيجي دبي كثير. ايه لا دبي، ايه هيني دبي قصتها. هلا صاير بتيجي دبي كثير، كمان لا صاير عندك الشغل فراح تيجي دبي كثير ان شاء الله. ايه إن شاء الله. يلا بخليك تروح من لك تنام. دودو، يلا انا بدي اسكر بصراحة، ايه حق سكر خلاص. جود نايت، تبع حالك ويلا انجوي، انبسطي.